قم بتبسيط المقدار إن تربيع R للقوة 5 إن للقوة ناقص 7، واكتب إجابتك بصورة أسس موجبة. دعوني الآن أعيد كتابة السؤال هنا. إذا لدينا إن تربيع R للقوة 5 إن للقوة ناقص 7. إذا أسهل طريقة لتبسيط المقدار ما دمنا سنقوم بعملية ضرب هي أن نقوم بتجميع الأساسات المشتركة. إذا لدينا عبارتان أسيتان لديهما الأساس N، لدينا إن تربيع وإن للقوة ناقص 7. لذا دعونا نعيد ترتيب مسألة الضرب هذه. يمكنني أن أكتب المقدار على هذا النحو، إن تربيع إن للقوة ناقص 7، ومن ثم أضع R للقوة 5، فكم سيساوي هذا؟ حسنا، لدينا إن تربيع ضرب إن للقوة ناقص 7، بالتالي يمكننا جمع الأسس ويكون تبسيط المقدار كالتالي: إن للقوة 2 ناقص 7، 2 ناقص 7 يساوي ناقص 5، إن للقوة ناقص 5، و R للقوة 5. لقد قمنا بتبسيط المقدار قدر استطاعتنا، لكن لم ننتهي من المسألة بعد، لأن المطلوب منا أن نكتب إجابتنا بصورة أسس موجبة، ولدينا هنا أس سالب، وهذا غير مقبول على الأقل بحسب ما طلب منا في السؤال. نحن نعلم أن إن القوة ناقص 5 تعادل 1 على N للقوة 5، إذا يمكننا أن نكتبه بهذه الصورة، أي ما يعادل أو هو نفس 1 على N للقوة 5 ضرب R للقوة 5، أو يمكن أن نكتبه R للقوة 5 على N للقوة 5. وهذه هي أبسط صورة يمكن كتابة الناتج بها. وإذا أردت أن تفعل أشياء أخرى يمكن أن تكتب هذا يساوي R على N الكل للقوة 5، حيث أن كلا القيمتين مرفوعتان للقوة 5، وهذا كان المطلوب منا، وهو تبسيط المقدار على صورة أسية موجبة. لهذا السبب قمنا بوضع N في المقام.